السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سريعة بعنوان COVID-19 وتأثيره على قطاع التكنولوجيا، وإزاي هو أثر بشكل إيجابي على قطاع التكنولوجيا، وإيه القطاعات اللي أثر فيها. طبعا محدش يستغرب، لأن هي فعلا الأحداث الكبيرة اللي بتمر بيها بتأثر جامد جدا. على سبيل المثال، الحرب العالمية الثانية أثرت كتير جدا في تطور الطيارات وتطور السيارات وتطور الطاقة النووية والحاجات دي كلها، وحتى الحرب الأهلية الأمريكية بدأ تطور في قطاع القطارات، لأنهم عايزين يوصلوا الأسلحة والذخيرة والحاجات دي كلها. فبالذات في الحروب، الدول بيبقى عندها إمكانية إنها تدفع فلوس. يمكن لما نيجي نتكلم على البحث العلمي، أو نتكلم على التطور، أو نتكلمهم على تكنولوجيا جديدة، هيقولوا لنا يعني بكل احترام بس يلا تمام. فبرضو الأمراض بيبقى ليها تأثيرات قوية جدا. زي ايه؟ زي مثلا المؤتمرات أصبحت كتير منها أونلاين. طبعا في كتير منها اتعمل كنسال في الأول، لأن ما كانش في إمكانية إنهم يسافروا بين الدول ويتحجر أسبوعين عشان يقعد يدي محاضرة ساعة. فبقت بعد كده أونلاين، وأصبح في تطور كتير جدا. واللي بيتابع السهم بتاع زوم ده كان السهم بتاعه أي حد يشتريه، وبعد كده بدأ ينط نطات عملاقة، لأن هو تطور بشكل قوي جدا وكان جاهز لحاجات زي كده. التقنية بتاعت ال 5G بدأ فيه اهتمام بيها أكتر، وبدأت تبقى موجودة أكتر. في حاجات برضو خاصة مثلا بالشغل من بعد، وإن حد يقدر يعمل شغل بتاعه من البيت، بدأ يبقى فيه تطور في الموضوع دوت، وأصبح فيه برامج وأجهزة وحاجات زي كده. التكنولوجيا فيرتشوال رياليتي والأوجمانتد رياليتي حصل فيها تطور برضو كبير جدا، لأن أصبحت في حاجة مثلا إن أنا عايز أشوف الحاجة بشكل قوي واشوفها قدامي مجسمة ثلاثية الأبعاد. من ضمن الحاجات بقى، وإن شاء الله دي نعمل لها محاضرة خاصة بيها كده، السمارت سيتي أصبح في اهتمام بيها، وأصبح في تركيز عليها، إن إحنا عايزين نعمل المدينة تكون ذكية، ويكون في معلومات بشكل لحظي في كل لحظة إيه التطورات، بحيث إن إحنا نراقب ويبقى عارفين مثلا إيه الأنشطة اللي هنا، ونربطها مثلا بالأنشطة بتاعة انتشار الأوبئة والحاجات دي كلها. فدي من ضمن الحاجات اللي أصبح فيه التركيز عليها الفترة اللي فاتت، بالذات بخصوص COVID-19. وفي برضو التيلي هيلث، اللي هو العلاج من على بعد، وإن هو ممكن يشفى عليك من على بعد والحاجات دي كلها، بدأ يبقى فيه تطورات. delivery made by robots، يعني إن هو يوصل لك الحاجات من خلال الروبوتس، بحيث ان هو ما يمسكش. ده برضو كان موجود في الصين، الناس اللي هي معمول لها حجر منزلي بيوصل لك الحاجه لحد البيت. والطيارات الدرون بتوصل لك الحاجه لحد البيت، ودي عملتها امازون بشكل رائع، ان هو انت في عماره في الدور ال40، فالروبوت بيطلعها لك لحد الشباك. المهم بس ما تنساش تديله التبس. الارتفيشال انتليجنس، اللي هو الذكاء الصناعي، أصبح فيه تطور قوي جدا، بحيث إن هو يتفاعل مع الأحداث الجديدة، ويقدر ينبهنا من الحاجة قبل ما تحصل، ويتنبأ بانتشار الفيروسات. زي ما أنت شايف، يعني سبحان الله، رب ضارة نافعة. يمكن الفيروس عمل لنا تطورات كتير جدا. الفيروس مش بالخطورة، لكن يعني مش بخطورة الفيروسات السابقة، لكن نتيجة انتشار النقل وانتشار سرعة المواصلات وسهولتها، ده اللي أدى لانتشار الفيروس. تمام، يعني الفيروس ده لو كان موجود في العصور الوسطى، كان زمان مثلا جه في جزء من الصين ومعرفش ينتشر. إنما نتيجة إن في واحدة سافرت وراحت سافرة لألمانيا بعديها بساعتين وعندها الفيروس، قدرت تنقل الفيروس لدولة تانية. كان زمان الانتقال فين وفين بقى، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء وهكذا يعني. فسبحان الله، رب ضارة نافعة.